عموماً الآن ننتقل إلى موفد اليوم إلى الحاج مصطفى سكحال ينقل لنا ربما الصورة عن قرب. مصطفى في البداية كل عام وأنت بخير وعيد مبارك عليك. يعني مصطفى صف لنا الأجواء ومشاعر الحجيج مع انتهاء موسم هذا العام. مساء الخير باسل، مساء الخير نبيلة، لكل المشاهدين كل عام وأنتم بخير. الأجواء إذن كانت في ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، حيث وصلوا اليوم رمي الجمرات الأولى والوسطى والكبرى. المشاعر توحدت هنا باسل في كل شبر من المشاعر المقدسة إلا وتشاهد قلوب خاشعة، جو طمأنينة سكينة، تشاهد الكثير ممن ترتسم على وجوههم الفرحة والابتسامة، هناك دموع أيضا، كلها دعوات وتضرعات تصب في الأمان بأن يعيش الناس في هذا الكون بالخير وبالسلام، وعلى أيضا ما يدعو إليه مبادئ الدين الإسلامي. الأجواء أيضا كانت لما يعني تكون في وسط تلك الجموع تشعر بأنه مؤتمر استثنائي فعلا، مثل ما حدثني أحد رفقائي بأنك في وسط هذه الجموع كأنك سافرت إلى العالم بأسره، تلتقي جميع تلك الجنسيات، الكثير من الألسن، اللغات، الثقافات، جمعتهم كلمة واحدة، السلام فوق كل شيء، المحبة. نعم يعني في أقل من 30 دقيقة يا مصطفى قلنا يعني ماذا لفت نظرك 30 ثانية لفت نظرك في تأثير يعني توسعة المشاعر والمجهودات التي قامت بها المملكة السعودية لتيسير الحج هذه السنة. نعم بدا واضحا هذا نبيلة عندما نتحدث عن التوسعة، نتحدث عن توسعة الجمرات، جزر الجمرات إلى 4 طوابق بالإضافة إلى القبو طبعا، وتوسعة الحرم وتوسعة المطاف. كانت لنا فرصة اليوم، كنا محظوظين جدا في اليوم على الحرة، كاميرا اليوم حلقت فوق أجواء الحرم والمشاعر، دعينا إلى من على متن طائرات قوات السعودية وشاهدنا من الأجواء تلك العملية المنتظمة المكتملة. طيب. مصطفى شكرا جزيلا والمعذرة يعني على المقاطعة وانت تعرف ضيق الوقت، شكرا لك جزيلا من الحج مباشرة موفد الحرة مصطفى سكحال.